تحضيرات مع المنتخب الوطني، ولكن يجب ان احنا ندارك الاخطاء ويجب ان احنا نكون جاهزين لمباراه العوده، مباراه بنينه. بكل تاكيد لا ننسى ان المنتخب التونسي منتخب ممتاز، منتخب لديه عناصر ممتازه. نعاود ونكرر ان نقول للرياضيين هاردلك، ان شاء الله يكونوا في مباراه العوده افضل، ان شاء الله يكونوا مركزين اكثر. المباراة حتكون على أرضنا وبين جماهيرنا، نحاولوا أن ما نفرطوش الثلاث نقاط بكل تأكيد. بعد فوز غينيا اليوم على بوتسوانا أكيد بكل تأكيد مباراة بتركيز أكثر. نقولوا للشارع الرياضي اللي بهردك إن شاء الله يكونوا في الموعد في مباراة العودة، ونوعدوهم إن شاء الله بمباراة تكون تليق بالمنتخب الوطني، وان شاء الله نتحصلوا على ثلاث نقاط ونتداركوا الاخطاء ونعوضوا في ليبيا باذن الله. ما فيش لاعب اكبر من منتخب بلاده، دائما المنتخب الوطني شرف لكل لاعب ان يمثل منتخب بلاده وان يكون من ضمن المنتخب الوطني. المعتصم مصراتي لم يرفض القدوم، معتصم مصراتي لبى الدعوه، ومعتصم مصراتي كابتن المنتخب الليبي، اتمنى له التوفيق، يقدم في مستويات ممتازه. احمد بن علي من فتره سنتين او من مده سنتين رفض ان يتقلد شعار المنتخب، اعلن الاعتزال. اتمنى ان يتوفق في مسيرته الرياضيه، ولكن بالطبع كلمناه لان استدعيناه لانه غير معتزل بشكل قانوني، حطيناه في القائمة وضعناه في القائمة، تواصلنا معه، أصر أنه هو بعدم الالتحاق بأنه هو حيعتزل اللاعب دوليا. في النهاية هذا أمر حيكون إجراءات الإدارية يعني ما بين اللاعب وما بين الاتحاد العام لكرة القدم. بكل تأكيد أنا أتمنى له التوفيق في حياته الرياضية، ولكن دائما المنتخب والمنتخب الوطني يظل دائما اكبر من اي لاعب، وشرف لكل لاعب ان يتقلد شعار المنتخب الوطني وان يكون من ضمن لاعبي المنتخب الوطني. قبول الهدف في الدقائق المبكره في دقيقه 12، حبينا او تحدثنا مع اللاعبين على خطوره وصعوبه المنتخب التونسي خاصه في الثلث ساعه الاولى من زمن المباراه. تكلمنا على جزئيات المباراة، ما يجب أن نتعامل مع كل زمن من أزمنة المباراة. قسمنا المباراة إلى ثلاثة أجزاء، ولكن لم نوفق في الحفاظ على النتيجة العشرين دقيقة الأولى، مما سبب ربكة لدى اللاعبين، ربما الضغط أصبح أكثر على اللاعبين. ولا ننسى بكل تأكيد المنتخب التونسي كان حاضر أمام جماهيره، كان متيقظ لكل شيء. قلنا نحن أن بعض اللاعبين يعني ما كانوش في الموعد اليوم، بكل تأكيد ممكن ذهنيا أو لأسباب يجب أن نتحاور معهم ونتناقش معهم في عدم الجاهزية الذهنية لدى اللاعبين. إن شاء الله يتداركوا الأخطاء، إن شاء الله نتداركوا جميع الأخطاء، يجب أن نحافظوا على التيم، يجب ان نؤمن بامكانياتنا في مباراه العوده، والتعويض يكون في مباراه العوده، وتدارك الاخطاء يكون في مباراه العوده باذن الله. شكرا. بكل تاكيد احنا نعرف القوه الهجوميه لدى حمد الهوني، فحبينا نعوض الواجبات الدفاعيه نوعا ما على حمد الهوني بثلاث لاعبين ارتكاز، أن يكون اللاعب لاعب الارتكاز الموجود في الجهة اليسرى أن يقوم بتعويض الدور الدفاعي لدى حمد الهوني. الكل يعرف أن الهدف الأول أتى نتيجة نقول نحن كرة ما بين لاعبين المنتخب الليبي، يعني ما هياش الهجمة اللي كانت منظمة بشكل صحيح، يعني ضربت في أرجل اثنين من لاعبين المنتخب الليبي وعادت لي للاعب حنا باعل على ما اعتقد، ورجعت من حارس المرمى، يعني الخطا كان مركب، لكن حمد الهوني حبينا انه يقوم بالادوار الهجوميه اكثر باش يعاون المنتخب الليبي في الثلث الهجومي،
فحبينا نعوضه بلاعب ارتكاز لتغطية عدم العودة لحمد الهوني، ولكن طلبنا منه أن يقوم بأدوار دفاعية طيل زمن المباراة. حمدو يظل قيمة ثابتة في المنتخب الليبي، لربما اليوم لم يكن في المستوى المعهود، ولكن بإذن الله حيقوم بالتعويض في مباراة العودة ويكون النجم الأول للمنتخب الليبي. وبكل تأكيد حندعمه حمدو، مش حنتركوه، حنكونوا في معاه. لازم اللاعب اللي يكون عندك نجم أو لاعب صغر يجب أنك تحميه ويجب أنك تكون معاه. مش دائما بيكون في الفورمة اللاعب، مش دائما بيكون حاضر، بكل تأكيد يمر في 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 أوقات في مباريات أو في زمن من أزمنة المباراة بعدم تركيز أو كذا. لا ننسى أن كانت الرقابة مشددة على حمدو، إن شاء الله نحاول أن ندعم الوضعية الهجومية في مباراة العودة ويكون الثلث الهجومي أكثر حيوية وأكثر نشاط لله. القراءة كانت طبعا يجب أن نحترم المنتخب التونسي، المنتخب التونسي يمتلك عناصر ممتازة جدا على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي تكتيكيا. حبينا أن نتعاملوا زي ما أشرت في البداية مع المباراة على أجزاء. الجزء الأول أن نخرج الشوط الأول بنتيجة نقول نحن بأقل الأضرار، بنتيجة شيء شيء أو 0-0، بحيث أن الشوط الثاني تصبح الأوراق المتاحة عندي في البنك بالنسبة لمؤيد اللافي محمد صولا، بحيث أن نحاول نلعب على الكونتر أتاك بحيث أن نفاجئ المنتخب التونسي. ولكن كانت القراءة يعني عكس مجريات اللعب، قبلنا هدف في الدقيقة 12، في الدقيقة 25 ممكن الهدف الثاني بركلة جزاء، وتظل ركلة الجزاء 50-50 يعني ممكن ما تنعقش، الله أعلم، أنا إلى الآن لم أشاهد ركلة الجزاء بشكل صحيح، ولكن تحسب جول وركلة جزاء. حمد هو مؤيد وصورة بكل تأكيد قدموا مستوى ممتاز، أصبحت الكرة تخرج بشكل أفضل. إن شاء الله تكون مباراة العودة أفضل. نحن احترمنا المنتخب التونسي في مباراة الذهاب، نعرف نقاط قوة المنتخب التونسي، كيف يحب يفتح اللاعب، يحب يفتح الأطراف، يخدم على الجهة اليمنى والجهة اليسرى. حبينا أن نغلق المساحات، ولكن هذه نتيجة المباراة، يجب أن نتقبلها، يجب أن نكون واقعيين ونتجاوزوها صفحة ونضوها، يجب أن نفكروا في المستقبل، نفكروا في مباراة العودة، وإن شاء الله يكون الوضع أفضل لدى اللاعبين، تركيز أكثر ونعوضوا في مباراة العودة بإذن الله. لا يكون في إضافات في القائمة بالنسبة لمباراة تونس العودة. احنا دابوا لمباراة تونس العودة بنفس الأسامي، نفس القائمة. اللاعبين موجودين، لاعبين ذو قيمة، إن شاء الله هيعوضوا في مباراة العودة. مثل ما أشرت على سؤال الأخ اللي قبلك، طاهر بن عامر فيما سبق دربته وكان يلعب في وسط الميدان، اليوم طلبنا من طاهر بن عامر بعض الأدوار التكتيكية، أنه هو يقوم بتعويض محمد منير في حالة الصعود للهجوم، ومعاونة محمد منير في الوضعية الدفاعية في حالة عدم رجوع حمد الهوني للأدوار الدفاعية. لا شك مثل ما أشرت في السابق على حمدو، أنه يجب أن نعطوا حمدو لنقول نحن الأدوار اللي هي الأدوار الهجومية، يعاون هجوميا في حالة عدم عودة حمدو، والتمركز يتم تعويضه بطاهر بن عامر. لعبت بثلاث لاعبين ارتكاز وسط الملعب بداية المباراة، لربما طاهر ومحمد تهامي ما كانوش موفقين في الأدوار اللي طلبناها منهم. بكل تأكيد كان فيه زيادة عددية من لاعبين المنتخب التونسي في 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 وسط الميدان مع صعود الظهيرين للوضعية الهجومية، وهذه القراءة اللي كانت ممكن للمنتخب التونسي. إن شاء الله طاهر ومحمد تهامي وبقية زملائهم جميعا يعني نداركوا الأخطاء اللي وقعنا فيها، يكون التركيز أكثر في مباراة العودة، وإن شاء الله يكون تكون الجماهير الليبية مساندة لمنتخبها. لازالت الكورة في الميدان، لازالت
الترشح لازال موجود فوق أرضية الملعب، لازال لدينا ثلاث مباريات يجب أن نؤمن بحضورنا ونحاول أن نعوضه في مباراة العودة ونستعد لمباراة بوتسوانا بإذن الله.